على الساعة 6 مساء يبدأ توافد الأطفال لدار الغرناطية، فالموعد مع الفن الأصيل. الوضعية الآن مش ما نشدوهاش هكا، ما نتكفش عليها، لا شدوها هكذا كيما رانا. من كل حجرة ينبعث عبق الموروث الجزائري، فهنا تكون عمالقة الفن الأندلسي. والدور اليوم للجيل الجديد. Cinq ans que je suis ici et ça me plaît vraiment. C'est une grande expérience que j'ai découverte depuis que je suis petite. Anna, personnellement, j'ai premièrement la guitare. Ensuite, j'ai changé, je me suis convertie vers la mandoline. وزنت بين معايا القرايه، سا اونلف تو لو ستريس تاع ليكول اي تو، سا فريمون سا ديبريم. راني نتعلم على الاله، على اله الماندولين. باه هما صغار ما يعرفوش، دونك يفالي نجيبوهم يكتشفوا، وكي جاوا عجبهم الحال وكل ما راهم يجيو بفرح وسرور. الغرناطية 48 سنة من العطاء، وحده أرشيف المكتبة يحفظ تاريخها. يوض مني تلميذ كيفيك كما قلت لك ليكول الفونكسيون يسمى قريب تو لي جور دو 6 او 8 اور، والطلب ثاني متوصل دائما. اليوم جاو ديزانسكريبسيون قولوا لهم يودي في سبتمبر. نعلموهم كيف يتحكموا في الآلة، كيف يقعدوا، نعلموهم وش هي الأذن الموسيقية وكيف يتلال العزف على الآلة. بين أسوار دار الغرناطية تكبر هذه البراعم على الفن ليحفظوا موروث الأجداد، فيبقى خالداً باستمرار هذا الجيل.